السلام عليكم، صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنى تكونوا كلكم لاباس. المهم سمحوا لي اني كنهضر معاكم بلو ماسك، حيت انايا دروك راني غادي نشد الترونسبور باش نمشي للخدمه ديالي. المهم وقلتوا علاش لا، حيت توحشتكم هذه شحال ما شعلت لا كاميرا. المهم ها كان نجمع معاكم شي شويه، ندير معاكم شويه دردشه، وقلت علاش ما نشعلش لا كاميرا وهكذا نهضر معكم شي شويه. ان شاء الله الا نزلت قبل الخدمه يعني بواحد شي شويه، يعني غادي نتمشى ننزل قبل الخدمه بواحد شويه، وغادي نتمشى على رجليا وغادي نحيد لو ماسك. ولكن في لو ترونسبور ان كومان خاصني لابد ما نكون دايره لو ماسك. وهذا النهار عندنا شميشه زوينه زوينه زوينه. المهم نتمنى تكونوا لاباس وتكونوا بخير وعلى خير. غير هذا النهار ان شاء الله الجمعه، ومهم عندنا شي حاجه في الخدمه غادي نديرو. المهم عندنا شي واحد في ليكولاغ غادي ينتقل يخدم في واحد البلاصه اخرى، وغادي نديرو بحال نقولو 10 الاشخاص، كل واحد يجيب شي حاجه باش هكذا نتغداو مجموعين. ولكن نتغداو مجموعين، سمحوا لي الصداع، ولكن نتغداو مجموعين، ماشي نتغداو مجموعين يعني واحد حدا واحد، بالعكس غادي نتغداو مجموعين يعني نطيبو. ولكن غادي يديروا ان باربيكيو، ولكن كل واحد يعني غادي ياكل في قنت كما نقولوا، نكونوا متباعدين محترمين المسافه مع بعضياتنا. وسي هادشي اللي بغيت نقول لكم. انا ها هو جبت لو ساك، المهم خديت شي شويه شي حوايج من ليدل، وخديت شويه سوريس شويه مشماش، ودرت لهم اون سالاد نتاع لوغي اللي كتعرفوها، السلطه المعروفه ديالنا ديال نتاع الطون ديال البيض، المايس، يجري وتجمعوا يعني بلا مايونيز، لا سالاد اللي معروفه. المهم درت واحد اون بون كونتيتي هكذا باش يقدروا على الاقل 10 الاشخاص ياكلوا منها. المهم هما غادي يشويو يعني هذاك، يديروا الباربيكيو اللحم. المهم انا ما غاديش ناكل، لان ناكل غير لا سالاد اللي جبتها انايا. وصايي وجبت شي حوايج هذوك المملحات، وصايي قلت هذا النهار نتقاسموا معكم ان شاء الله. منين قبل ما نوصل للخدمه غادي نشوف الا قدرت. المهم انا ما نقدرش نصور لكم في الخدمه. المهم ان شاء الله هذا الموضوع ديال الخدمه غادي نرجعوا له في شي فيديو اخر ان شاء الله مستقبلا. وهكا انا المهم نقول لكم ونشرح لكم ونحكي لكم ونقول لكم، حيت انايا بدلت الخدمه. والمهم ان شاء الله مستقبلا تعرفوني حوايج اكثر. وصايي ونتشافوا ان شاء الله في الخدمه. كيف ولا البنات؟ المهم انايا راني صايي نزلت من لوبيس وراني كنتمشى شويه، ما باقي لي والو. المهم ان شاء الله نوصل للخدمه ديالي. وصايي نتوما المهم هو معايا، بغيت غير نشارك معكم يعني مع هادي شحال ما درت لكم شي فيديو. نورمالمون في هذا النهار ديال الجمعه غادي في لابريميدي غادي نصور لكم على يعني ما جاءت به الحكومه الفرنسيه يعني في قرار لو دوزيام بلون نتاع رفع الحجر الصحي، وشنو هو الجديد. غادي نحاول نصور لكم في هذا النهار ان شاء الله، وندير لكم يعني اليوم في لابريميدي ان شاء الله في العشيه نحط لكم لا فيديو. البنات الى المهم كنت غبت شي شويه على يوتيوب، راه غير المهم غير هكا مع الوقت مع الخدمه مع كشفتو يعني قبل العيد كان شي شويه التحضيرات ديال نتاع العيد ايتو. وصايي هادشي اللي كاين. المهم انا ان شاء الله راني قريب نوصل للخدمه، غادي ان شاء الله. هنايا الاضاءه بزاف ما غاديش نبان لكم، نشوف هكذا ان شاء الله بلاتي في لابوز غادي نحاول نشوف الى نقدر نصور لكم شي شويه. ولكن انا ما غاديش نكون نبان حيت في الخدمه ممنوع باش غادي نكون دايره الفرانه، ولكن غادي نحاول نصور لكم شي شويه. وكيف قلت لكم ان شاء الله مستقبلا نهضروا على هاد المواضيع ديال الخدمه، حيت نعرف انهم يفيدوكم المواضيع ديال لي فورماسيون، وحيت الخدمه والفورماسيون يعني هما حوايج اللي لابد منهم هنايا. وصايي وانتم ها انتم معايا ولا انايا يعني هاد الصاك البنات اللي جبتو معايا تقل عليا. شوف جبت معايا صاك هكا، والماسك ديالي البنات اللي جبتو، ولكن غادي كي ندخل يعني لابد ما غادي ندير ماسك اخر، حيت ما نقدرش ممنوع عليا باش نبقى بلا ماسك. ودرك انا غير من زعما نزلت قلت انني راني بوحدي، وقلت انني نحيد لو ماسك، ولكن هاد لو ماسك طونكو حيدتو غادي ما نقدرش نرجعو يعني ما نقدرش واه ما نقدرش نرجعو على وجهي، خاصني لابد ما ندير واحد اخر. وديجا عندي في ساكادو ديالي عندي لي ماسك. لا بورت ايت اوفيرت. هنا
هنا فاش كتكون شي بوز بحال دابا راها 11، كتكون شي بوز هكذا، كاين لا سال فين نديرو لا بوز، يعني فين كاين لا ماشينا كافي اللي بغى يشرب كافي، المهم اللي بغى يعني ياخذ راحته. ولكن انا كيعجبني هكا نمشي لهاد البلاصه هادي فيها الخضوريه. المهم في هاد الوقيته نتاع يعني الوقيته اللي يدخل الصيف هكذا، كاينه بالبنات بعض المرات كنشوف شي بطات كيجي، والله ما عرفت منين كيجي، وكنشوف شي حمام. والمهم يعني بحال اللي راني في شي حديقه الحيوانات، بحال اللي في شي زو ولا في شي غابه ولا بغيت نقول لكم هاد ليسباس هذا هنايا اللي هاد الخضوريه هادي، هو اسباس يعني كاين داخل مكان العمل، ماشي على برا. هو هنايا راني كندور على دوك البطات اللي كنت شفتهم، وهنا كاين البط، كاين بعض المرات كنشوف شي حوتات زوينين، ها هما الحمام. ها هاد البلاصه البنات في الحقيقه كتجي غير لي فوتو. المهم فكرتني بشي بلايص، عندنا اماكن في الجهه الشرقيه، زكزال، تافوغالت، ها هو البنات البطيطات اللي قلت لكم، بطات بطات كاك كاك كاك. المهم ها هو هذا المنظر رائع البنات. المهم انا يمكن الوحيده في الخدمه اللي كنستغل هذه البلاصه هذه، وكنجي كنبقى نشوف فيها، كنبقى هكا ناخذ دي فوتو شي مره، كنبقى نصور. واخر مره في الجمعه، نهار الجمعه فاش صورت لكم هذا المنظر هذا، قلت والله حتى نبارطاجيه معكم تشوفوا. شفت واحد الحوته اللون ديالها زوين وبحال منقطه، واللون ديالها في الاحمر. ومنين شفتها البنات فاش فكرت، المهم غادي تضحكوا عليا، فكرت فواحد ديسانيمي كنت كنتفرج له سميتو سامي الصياد الصغير. والله البنات ما عرفت واش نتوما كنتو تفرجوا له ولا لا، ملي كنت في البلاد كون كان يعجبني داك الديسانيمي كيصيد الحوت وصيد، فكرت وعجبني هذا المناظر وقلت والله تنشاركو معاكم. صيف فاش جات الوقيته ديال الغداء، صورت لكم يعني هنايا الطبله اللي كنا كنجهزوها باش ناكلو. ولكن كان واحد الريحه البنات، وسجلت لكم الصوت يعني مباشره من المكان، ولكن مع كان الريحه داك الصوت خرج فيه شويه الضجيج وحيدته يعني. وراني دابا كنشرح لكم هادوك اللي شفتهم، كتشوفهم هنايا هادو اللي دايرين هكا صالي، شريتهم من ليدل. المهم انا كيف قلت لكم وجدت غير واحد السلطه جبتها صايي، حيت كل واحد وشنو جاب، وصيو هكا وجدت ليهم هاد الطباسل هادو. وهما كل واحد وشنو تكلف، كاين اللي مشى باش يجيب اللحم، كاين اللي مشى باش يجيب الدجاج، يعني ديجا مجهزين. المهم كل واحد مشى يجيب، كاين اللي مشى يجيب المهم المواس، لي فورشات، الكيسان. صيو انا قلت لهم انا غادي يعني نوجد لكم هكذا وصافي. كيف كتشوفوا شوفوا الريح، ولكن المهم ولكن كان الجو زوين، كان مشمش يعني، هذاك الجو كان بعدا غير ديال الباربيكيو. وصاي هنايا كيف قلت لكم، المهم انا وجدت لهم، وهنايا هو كيف كتشوفوا هو الباربيكيو. فوالا هما كلهم مشاو يجيبوا كل واحد وشنو جاب. انا ما جبت شي حاجه كبيره يعني، شريت غير من ليدل قلت لكم، ودرت اون سالاد دوغي فقط. وهذيك الطبله هذيك حتى هي المهم مشاو يجيبوا لها واحد لاناب، وهذاك الصاك اللي وريته لكم في الصباح، الصاك ديالي انا البنات اللي كنقول لكم جبت معايا حتى الفورشات والطبسي وكلشي، المهم جبتهم معايا من الدار ديالي، المهم احتياطا وصافي هكذا. والقرعه د الماء، المهم كلشي جبته معايا في الصاك ديالي يعني. وصافي وهما غادي يديروا الباربيكيو، المهم غادي تشوفوا في لا فيديو تشوفوا كيفاش غادي يديروا الباربيكيو. شراو الدجاج المهم ورقدوه هيتو، قالوا لي راه زعما شرينا الدجاج حلال وهادي، ولكن واخا هكذا كان المهم كليت غير لا سلطه البنات. المهم غادي تشوفوا في لا فيديو جابوا بعض السلطات، ولكن في الاخر ما صورتش لكم كامل الطبله حيت كانوا جالسين. وكيف كتشوفوا لا بوزيسيون ديال الطبله ما نقدرش نصور، الا صورت الماكله غادي حتى هما يبانو. الوغ صورت لكم غير الحاجه اللي نقدر نصورها غير باش تشاركوا معايا هذا اليوم. وصاي وهنايا ها هما كيديروا هذوك لي كويس نتاع الدجاج، غادي يشويهم فوق المهم الباربيكيو. هاد الكويس ديال الدجاج المهم دار لهم واحد لاصوص، يعني ماشي انا اللي دارتهم واحد، المهم واحد البنت تخدم معنا هي اللي دارتهم، وقالت سولتها يعني على لاصوص وشنو دارت فيهم. مهم هما ما الطريقه ديالهم كيديروا زيت الزيتون، الليم ولي زيبيس اللي كيجيبوهم من عندهم يعني. هو كيف كتشوفوا اللون ديالهم كيفاش كيجي، حيت رقدوهم كاع الليله كامله. وصيف هاد المومون اللي هما راهم جالسين كياكلوا بالدواء بدا كياكلوا. المهم انا نصور لكم شوفوا هو كيفاش جا. المهم هذاك الشيء جا اللون ديالو زوين في الباربيكيو. وهنا كاين بعض السلطات، مختلف السلطات، كاين حتى السلطه نتاع المهم نتاع البات اللي كنعرفوها نتاع نديروها في البات. ها هما كيف كتشوفوا. وصيف البنات كانت الغايه ديالي انني نشارك معكم شي حاجه من اليوم ديالي، نقول لكم نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم.
اي فوالا، هاو عاوتاني رجعت معكم. غير بغيت نقول لكم لا فيديو يعني وصل النهايه ديالو، شاركت معكم هذا اليوم ديالي نتاع العمل، وشاركت معكم هم بعض الاشياء اللي نقدر انكم نصورها ونقدر انكم تشوفوها. المهم نقول لكم انا دابا خرجت من الخدمه، المهم راني دابا رحنا في لابخي ميدي، رحنا في العشيه المهم، وراني رجعت للدار وصيو. بغيت هكا نختم معكم لا فيديو، نقول لكم ان شاء الله نشوفكم فيديو قادم في امان الله، ونقول لكم دائما ما تنساوناش انكم تدعمونا باش هكذا القناه تقدر انها تكبر، وكذلك نقدر اننا انايا تشجيعكم نقدر انني نواصل وندير المجهود انني نجيبكم يعني نجيب لكم اخبار، نجيب لكم معلومات، وكذلك نقدر نشارك معكم بعض الاشياء. نقول لكم ان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم، ونقول لكم مع السلامه والسلام عليكم.